يلا يلا ضم لغبك اطلع برمقلي محلي الصنفور اللي لبسه هذيك مريه انا هذيك الثانية هذيك مريه مرحبا بكم الناس الكل معكم خوكم وعشيركم وراجل نجوى ورفيق دربكم البرمقلي هيا طلع عاد امشي امشي اطلع بربي ما تاخذوش في خاطركم كان حسيتوني ملطخ شويه بالطبع راني انا بدي كنت في الليديون الالكترونيك اليوم عندنا 12 خبر هذاك علاش باش نقولوا نانا اختار خبر نبداو به نانا اختار خبر من 12 ستة ستة ايوي شاهدة البارح منطقة شعرة مقلوبة انطلاق فعاليات بالله خلينا نركزوا خاطر الخبر هذايا حساس شوية شاهدة البارح منطقة شعرة مقلوبة انطلاق فعاليات البريك دانس بالكرة الحديدية اللي انيس للمرة الثانية على التوالي جمعة واثنين ضم لغبك سايبو حكي هذاك كما قلت فعالية البريك دانس بالكرة الحديدية اللي تلم أكثر من 20 لاعب يبقى أهم زوز لاعبين مشاركين في هذه الدورة هما معز دزنفة ومهدي طحلي شارج اللي شفناهم في الدورة الأخيرة نهار كل ما بعضهم كما يقول المثل الكردي جاي عاون فيه على قبر بوها شد التوكر شو الحدث الأهم في هذا الخبر هو معز دق نفة ووخر وقدم وعية المهدي طحلي شارج قالوا إيجي حاجتي بيك مشي وركشوا في زنقة ظلام وعطاها دماغ وقالوا اسمع اسمع القصيدة الشعرية اللي محضرها لك وعطاها دماغ قبل وعطاها دماغ ووب وعطاه دماغ قالوا إجا لحظة حشتي بيك وسمعوا قصيدة شعرية بالطبيعة منش أنا محضرها لكم هاو موجود بحثنا الطفل كيف نقولوا إحنا قصيدة ولا غناية نقولوا قولوا بانشو ادخل 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 أيو ادخل ولدي قوم أنيس قوم قوم أنيس قوم ينيس قوم هاي سيدي يفشي عاد تمشي يزر خويا إن شاء الله بداية نهار اثنين مبارك نعطيكم قصيدة ليكو ها يزم القبل هات ليكو ليكو حلوة هاي سيدي هذه رام قصيدة قصيدة شعرية هاي سيدي كان درت فيك العيبة ما تعذرني ما يمكس فيهم واصل ما يمكس فيهم ما سأل عليك واصل لا خلي قولك نمتين على بعض هاي يمشي كان درت فيك العيبة ما تعذرني وياك تستكسرني وكان حجتك بالفقر ما تحقرني كان حجتك حجتها الأيام بعد ما تسلطت انكستها أعطات شومها وخطت على رايتها حروف الشقا رغم الشقا قهرني الإرزاق ما هي لذر عاجبتها وكيف تكسر شكون يجبرني كيف تكسر نبرة بجهدي وبفكري والعمل والخبرة قريت درس من الماضي خذيت العبرة بلا مادة لقيت الحياة تنفرني من يعكس المكتوب يحيرني بانشو بنروح هذه القفلة سافرت وقطعت البحر متحزم وخليت كرني بالكريدي مرزم سافرت وقطعت البحر متحزم وخليت كرني بالكريدي مرزم مع ناس لا تحشم ولا تسترني ويا ولادي بعد ما قريت جوابك سلامك وشوق الوالدة حيرني برافو ملواش ومنا عزمتكم غنيش حلوة ليه يجي فيه البركة يجي فيه البركة بليه عدي وتصفي تصفي كما أقوى امشي هاي تصفي كما أقوى ويش الطفل مهدي اسمع الشعر هذا من هم المهديات مهدي طحلي شارج مهدي طحلي شارج كي اسمع الشعر هذا من غير ما نطول عليكم ادخل في مرحلة سوبيت